أهل الليل نتان ماشي ضره من الموسيقى نغذي الأدب نغذي الفيشطة نشضح نتان دمس شراك نلكل لارهوضة نلفن من يكون يجزيس يتكمل والنيضن ونتان ذي الفن ذا شعبي ونتريزي وين يتيلي ذا قسم كثير الدين ذي ملايا من نتواشولين ويتوقن مليح صراه ذا التود ديرث ريمز ذا نغير نقورايا بالنسبة لتراث الأهل الليل هو موروث شعبي قديم أزلي في منطقة قرارة سجل فيه الشعراء عشقهم وودهم سجلوا فيه ذكر صلحائهم وعلمائهم سجلوا فيه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية فلذلك هو كشكول لهذه المنطقة والثقافية اللي معمرة بالتاريخ يعني كي تعود تمشي في الطريق التاريخ وحده المدينة وحدها تحكي على التاريخ تاعها المهرجان هذا من أجمل المهرجانات اللي كاينين في الجزائر وإن شاء الله يا ربي يوصل للعالم والعالم كامل يسمع به وكل يعني من 2000 كانت يعني هاد التراث نتاع أهلين كل بلاد فيها زيارة نهار الزيارة نديروا فيها أهلين واليوم من 2007 راه يعني بدات الوقفات نتاع يعني اهل الليل نحن كمحافظه للمهرجان الثقافي الوطني لاهل الليل ومنذ ان تاسس هذا المهرجان في سنه 2007 سعينا ولا زلنا نسعى
على أن نقدم لهذا الموروث الثقافي ما يمكن أن نقدمه من خلال تشجيع الجمعيات الثقافية ومن خلال مشاركة هذه الجمعيات في فعاليات مختلف هذه الطبعات. طبعاً بدأنا في مشوارنا بست جمعيات واليوم وصلنا إلى أزيد من 34 جمعية في تخصص نشاط الأهليل. سعينا أيضا من وراء ذلك إلى تنظيم ندوات علمية يؤطرها أساتذة ودكاترة من مختلف الجامعات الوطنية، وهدفنا من وراء ذلك هو توثيق هذا الموروث وإيجاد فرص لإعداد مراجع يستفيد منها طلبة البحث والأساتذة في خدمة هذا الموروث. والحمد لله الآن يتصل بنا العديد من الطلبة من داخل الوطن وحتى من خارج الوطن لإعداد مذكراتهم التخرج حول تراث الأهليل. بعيد عن كلامهم عن تشبه عن الثقافة الدينية الإسلامية. كثير ما كان صاحب الكلام المهرجان هالليل نسيول في هالليل نخص المواضيع هالليل باش نسيول يعني كانت تكون السوا غير العموم المدن دواتو تحت الإشراف المحافظة محافظة المهرجان هالليل باش نسيول التخصيص يعني باش نخصص مواضيع هالليل باش تفهم بيد مليح هالليل بدلا غير يعني نوع الغناء وخلاص السوا وخلاص ما كيديوش اول ما كيدس اساوين نسبوا أن شكل قيمة المعنى نهليل قيمة من خلال يعني نبرز المفاهيم الوجدانية نهليل نبرز المعاني الحقيقية نهليل نقرب بيدنا وهليل باش تسنب اللي هليل يقول لك المدرسة تعليمية السلمة جي بيدن الخلق الحسن السلمة جي بيدن ما كيغاعش الحياة نزن يتوج في تاريخ القرارة يتوج في العلماء يتوج في الصالحين يتوج في تيميمون التاريخ خمس العمر صنع الليل يضل خمس قرون نستور في الناس ما لازم جات تجهل بدن تيميمون يضل بدن تيميمون والسنين اشتوينا هالليل أهليل يصغى العالمية
قال العالم كل السنة هالليل قلت لي مرات السنش إذا تمنى تقل قاعة نمود ندوى السوق باش جلس بيدنا السن تاوي لقيت نهليل وسند أربعة ولا خمسة باش تجيبان يعني تاوي القمت محليا نهليل إن شاء الله من خلال الندوة التينية من خلال المهرجان يعني إن شاء الله الاهتمام سهليل هذا السن بيدنا تاوي لقيت نهليل هذا السن قيمة المعرفية قيمة الوجدانية نتحاول عندنا والباحثين باش تشرحنا نهليل باش السن اسمو القيمة التاريخية اسمو القيم الوجدانية السن بيد انت ميمون هو مش قيمتي التراث نص وزقستو شقد مكيني دمس حياة بالنجية سوق سماس نونادي عدقيد لسن توتلي أكو توتلي ثمازيغ دي زغان دي فقيوث أسمسا قلنا يعني سلق ديش يوك دي تمسيل دي شدن ريدلس يوك توتلي تنتقبيلي يعني كنت يا مدين يعني داقا روجة خطل تغجن لجدودنا إن يعني إدلس لغنا لا بويزيا كوين يعني أنا كل قديش أجين تقبيلت نتمزيخ السومتا ذاك كان زرام صحابة جين تيمي مو نغوي جين أهلي لذي زمناتيا وتزمناتي ذي وتنتمسلي تكشو الدن غار تمزيخ نغتاي مثل تمسلي ثيمتي نس التمازيغ سكس في الور خنتد أطاس نتمسلي النظنين سكس نتزمناتي تقبيلي تشلحي تشنوي تشاوي تيك وتمزابي هي تازم نتيت ديو تنغد سيتو سيتو تلايين لقدي فلورين سيت مازيغ تيني تمسلايين الغاشين داقنين غي مزداغ داقن تيني منزيه تاتاكي تمسلاي تنسل أهلي لقيني شغل دي شويقن دي زلان راكي قسطان إزلوان دي زلان تاوين تن الغاشي لان داقيني تاكا تمديت بوس خدمن تن الفستيفال لقي تيلي دي دقيض دي تيني مون من كل تربع تحفظ إزلوان النس وهذا تعدين يون يون الغاشي الله يبارك لدي تولي يكسكسن الغاشي ما شاء الله تحند الغاشي أكلات من كوراجين كناس نتفكنا فود يكتفغوس نتكملن بقفري داقيا صبحية جينيا إلا ديون القديش أسنان سيونتيفيك في زلوان كان أهلي لخطر في الكوتي نصافي باتريموان الكوتي فيستيفال كوتي شون غاكا جيني مي الكوتي سيونتيفيك دا غام صافي كفار إفرق في سن يحريشن إذي ساقيني نغشي وقيني أكون اللغنية جيم هيدا تتيلي الكوتي باتريموان نس تتيلي تقفري دي الأغنى ودي هنا دي تلمس تنتمدين تتيلي دكا دقار دكا دي التياتر نغدي المسرح البلدي مي جهة الثمانية نظنين نس نغلو فول لي سيونتيفيك وسنان نخدم لدي الصبحيه كيني لندقس نس المدن وسنسس الدويين مخلف تقليفين ادا تقلد فنتي فريت امشي نحس حبيبر غفو كاروجي كنو داغي تروح انا خاطر ثنا الناس كوسين هاتا هاتا خفر 10 سنين بينو دنتفرا لافر نو كاروجي ديجا انا كطاس لي تاع من غطاس مسلايل يقفضن تروحون سي تمسلاي تاكيا باش نبغى نخدم توري لقطه مزوروت ادا جماعة جروجة قد جمع في دم هي تد نجمع أكل جمع نكت تيم سلين زي كما تعرف تما إلا قنا عدي ذي تقدم سجمي ونوجد جت يسنن تم زورتي لقفن لروج يستلم غفن نسجل عند عند ذا ديلين ت ت ت كذا ديالي وحريش والسير دقنا دينس إن فاش جميت تسجل نكذين أدي توكتب أدي توكتب سلو سزنتي تجلس لغة جينس وسيلة ذقيا إني اكتب داغن أدي غال ديلي دراسة سنة بحريش والسين ذاكنا ذا ذا بش كذا تخدمني لقى ذا ذا ترجم أرث مثلين نظمين أكم فعرف ثلاث فرنسيس تأرث إنجليزي المداخلة مدغة غير مدغة يعني السؤال يعني العنوان جوامع الكلم فيما ورد في الأهلي لمينا الحكم يعني بغض اكسنت الحكم اكسنت الأمثال يعني اللي انت قد زناتي نمو السن دادية المحاضرة يوم دي السن دادية المحاضرة ان على قلب الدنة السن يعني تيعني نهلي الو الأمثال السلان الحكم تفلي السؤال ومصر شي يعني قد حياة أجي لغاه هالليل أجي لقى يعني الحل وين يجي يعني لا يخسد مود شيء أجي يقول يعني لغاه هالليل أجي لقى الحل وغاني يعني أدي نشين نوال أجي يقول لغاه هالليل أجي لقى إيوان تا خطرة هالليل ليلة جدي أي ذي يعني تقريبا يستقرون ليلة جد إيوان شني ما جابينا أن هالليل ويتضيع شيء ويقوشي يعني يدا أجي 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 راح خطر ماغا ليلة أي التراث أي زويا نتموح نتميمون يعني تميمون غنقورا راه بلا هلي وتقي تموح خاطر سات تموح يعني لا تذكر ما غاسلا ما سوش ربي التراث جاني قلت تميمون إلا جات يا هلي ما جابينا أبلاش نحافظ
أتنصص لي يعني يطعوان نغ الطعوان طعوان نغ ما نكي نغ تصلنا الجدود نغ إن شاء الله أنا غوفق ربي غاشا وكان تشجع السميت واه ويت كلشي سير ديال واجد هادي تشقل الضن واه اصفانك سيسيا انك في النواد مثل اهل النيه واه تسمش قال ما شوي قال تيميمون لا تقوم سهليل عين هليلي قلنا ويلي غير قشي ميمون ندور كاع تقريبا القنوات العالم واصل غير وهليل غير قشي ميمون مثل قشي ميمون معناها اهل الليل هذيك سنة الحوايج يقن أجيد نتزاير الطحج مالي طحج شما زغط لك شجر مكان أقاه لي لا قشي ميمون شي ميمون سكت زاير أي تقوغن أهل الليل خصف أتنحاز أتنحاز مكان يقوى يقو مش وين حاز لو خصي عصف في العني راح كيش غلا يجيك الحاجة لا شو ضيانا أهل الليل تيمانس ولي يزغل منيا لكس بدنا كان مساكين جاجي عشين جيجران عشين جي سكن غماون سخدمني فلان كان ولاد بحال باش عشين جاج محتشو تلقى نحاول المصاعب كما نستعرب حاول وشويه وين شويه وين ولذلك اهلي اللي جند سق المحنس كما نستعربت ولي جامين رحيم عسير Yeah.
طيب العام يتسس ايوا النقا كي وهي ايوا العقل غير الدين واه عندنا الزادي واه اللي من وقتين بدا الدنكات واه شي بدا الدنكات واه تي التورا قسيمون التورا البارود التورا الموسيقى التورا اهل الليل التورا حاول نوراتن سنتن سكلو بات سي الدين غامدني كونسيسن أخسيني نغى الموسيقى أنسيول الموسيقى الموسيقى إلا غاس أحنا دائما إكتلحاش تسجد التعريف تعريف أيد حاش تنزوحت الموسيقى إلا غاس أيد الفن إلا غاس أيد العلم أحسيني نح أن نقى الموسيقى أيد العلم مانك غا تسند الموسيقى أيد العلم تسند الموسيقى أيد العلم أحنا تفهمت لأن سيكسنت العلامات تفنت الضوء غي مي فا صول لا سي دو التغريد كل حاجه حتى في المدرج الموسيقي لا نس الفسح لا نس ما كاين حتى قاد شي تقسقط التغريد ومن بعد حين تغريد حتى هو التغريد كما العلامه البيضاء المستديره ومن بعد التغريد كل حاجه حتى في المقامات 160 المقامات ولزموش تشويت العود غير الفيولو والموسيقى العالميه تقص المقامات Thank you.
تيميمون ثلاث الموسيقى، ثلاث الموسيقى نتاع عرب، ثلاث الموسيقى نتاع مازيغ، نتا زناسيس، نتا زناسيس داخل تسيمو منا غاو هليل، نلقى كاع الموسيقى انا هليل كاع تا زناسيس، إلا غاصني نقول العنوان ما قال نقول انا تا مازيغ، ولكن حنا ندوس غا تيميمون غادا زي انيني تا زناسيس، تا غنلقى قال المقامات المقامات المقام جا من يقول سبع النوطات دو غي مي فا صول لا سي، حنا غاتعاود دو معناه هي نكمل المقام زين نبدا يقيدن المقام يموت انا غا اهل الليل دختني اهل الليل مو وخميتني تسدن اهل الليل هذا الشعر وتشوف بلي اهل الليل هذا الشعر نتي ميمون نقول انا ان الشعر الشاعر اجار القصيده حني القصيده والقصيده الشعريه الكلام التعريف للغاز الكلام مقفى كذا الا الشعر الحل ولا السنوض احنا نغاو هليل دختا القى عتيد الشعر تو الفرق بين اهل الشعر ونهليل الشعر قيدن اما ام الاطلال ام سمعت صوت هاتف ام طلع البدر كاع كاع القصائد دختا الشعر دختا اهل اللي مو ويتين جدن نجدنت الأولية إمرابض نجدنت ميدن واختي نجدن نانتي ديالي حنيا أحني توت أهلي توت فوسنط اللهم باش نفهم السر اهل الليل الى قنسن التاويلاث ذوالن اسلس مواث نتمازيغث اقلو الصوت نوشناي التربع ذي التاويلاث واذا اقلندسس ذي اهل الليل القوم اتي بفنن هربع في تغنان تام جا القصبان اقجبوت وتوعد السلح ديد اهل الليل نبدد اهل الليل يبدن القلال ذي التويل نو دربك أزيرتي 60 سنتيمتر وتحزم النيت أكذ وماس تيمج آلة موسيقية أحسن آلة موسيقية مغا تسلى احنا تسلى فلاس تريقلي لسيس تريقلي بصعتنا العالمين لا غاصن ديا بازون إلا غاصن كتوية كتوية تريقلي نسيس بصعش قومنا هلي غادي يسل أكين يعني واي رقلي ولي رقلي أشي رقلي باب نهلين أيوة أجاز داخت الباب من الدربوكا احنا غابجان غالا سيوتين باب نهلين أجاز سنمة القصيدة يتف يتف العز زمولنا يتف بسم الله بديت يتف معنى هي السنية من غير راح ان باب نوايا ايام يد دختا الا ويت قال لي ويت نجن معناه التينين اش وي المطرب الرئيسي معناها ميويا ام لا غنغدي هذه الحاج بركه الشيخ بركه فلاني يخدم عطاق سنجحني سوري في النيدلس واصلح فطيس ذو وحر زيسي وخلال القصايد اهل الليل التيرنس انت Yeah.
بدايتي مع اهلي عندي واحد النفحه وواحد الحب بزلاتي كان غالي يقول الحب ديك العشق قهليل سيتادير يعني ثاري اللي غمزيق قل عمرينو ميتا 8 سنين راح على كولين دو فاكون فرنسا قال 61 راح يشي في كراج يشي فخان في كيتي ميمون الا ويمون الا ولا نجا تمو ديك الحلقه تمو فرنسا تمو تلي كنت الميات مزيان باش انا المدى هليل ايوا نهار بدا هليل la première chanson يعني انا عرب يا دادي جيتي ميمون طلع لي 14 سنه و 68 جو بونس ايوا بدا قال لي شرون كان التهليل يعني يتفي يقول لي حقك تبع غاي الشيوخ الله يرحمه ميا الشيخات يبشنوني مزيان ودان تسدنا وانت يستمد بحال هنا التهليل نقول بعي وين معاد ويجيشني دعوة الخير يعني تسرحني يعني الوالدين كل شيء ناني باش باللي بتلا يعني الاكت تسرح يعني مباشر وين الشيخ انا النهار قال لي قلاني 1974 الشيخ الله يرحمه مي يثيت في غاية الميدان إن ناس أختي نوال أختي نوال حضين شنيت التاجر لحاج بركة يعني هذا مخلف ومن ثم بعد ثيني إلى حد الآن الحاج بركة الدين كان يجي مزيانا اختي نحغى الزيارة تلقى الحاج بركة انت انا تيني قهلي كاع قمرة بدن تقريبا كل قمرة بدن قولا راه قو غاسنت ويتيك جولا ذا مكان مع 86 10 اخت راح معاها اسبانيا راح معاها فرنسا راح معاها الطليان راح معاها تشيكوسلوفاكيا الا معانا 86 الا معانا كل جمعيات تزاير نشارك كاع المهرجانات التظاهرات كينك تزاير السنه الجزائريه فرنسا ست بكاتين تنشارك وانو كيجو لدى مكان ولدى نحن مع الانستيتي دي مونداراب الا غنغي مد سيكن سيدي الي مولاي كو الحاج بركه الخصاينس كتانت تلقيت السلكت تلقيت البارود تلقيت القرقاب وايد الشيخ القرقاب تلقيت البارود تلقيت قاع تقريبا النشاطات يتكنجيش موحت أتأسنت لقيت الحاج بركة أتلقيت قل بوصوري قل جنازات قل الفرح قل القرح كل شيء يتشارك لس إذو ماذا بينا شنيا الحاج بركة أيد الشيخنا نهليل الحاج بركة أدق الفنان أدق النعمود سقي عماد نتموحت سقي عماد نهليل دي فغد دغاو هليل شني الدين الحاج بركة سنيت وين سين شقدني سوا نهليل يقن وجان الحاج بركة الحاج بركة لا غاس زخت يقن الحاج تعني الدس الحاج تعني انت لا غاس لافوا الصوت
صوت نسي قاسي لان غا الحاج بركة ايد نتسيوشن لهيبت قهالليل دي كت لحاج جاحتاق لحاج بركة الحاج بركة ولينا غي قلنا وال يقلن بالك هو تسين مكنم نغوة تسين بدن انت الحاج بركة داخت لا يغرى القرآن يحفظ حفيظ يسن الدين يسن يسن ما ينربي ما ينبي الا غنغل مثرح هو الاول ومن بعد نتفاقروت ومن بعد ترى ومن بعد يجد لون شني شي 30 لانت خان غير شوفي ما كنت تموت تشيزنا كله قد قد راسك سكوسنش يبدأ نحطي لي ناسنا بزيزن خزنت لي مزيزن كنت راسك سكوسنش ويسنا ونسنا ايات كان غاب كريات شنايد الفطور ان شاء الله ما يلا ويجا ايا غاد قد اصلي اجي راح شام زقيدة اخشي راح اصلي شام زقيدة اجي اساري سي سمسينا شي لوين ساري انا بداك العزات العزات الوقت شغالنا خلاص جاح العزات نتيني الذكر أنا صباح نذكر تينا ناس صباحنا وصباح الخير نصبح شكال ملك الله نكاد غال حسنة جواجون وين كربي هو الموعود لا تسد ويسوان خير تشاف قيت في دنينين ويفاد نشور زيتنا مثلاً كعيش دك الشيخ قال يعني قابل للثمر للمعمرين إيش هذا مثلاً التاجر إيوة المهم كان يعني دانش شاطيك تقاسي ده يعني كذا دانش ضمية مع الشيخ الله يرحمه بسم الله وبالله سبحانه ونرجيق سبحان اللي خلق السماء يعمر كاملة النجوم تذيرت لا تفوت النفس واتعتبرات سنتو يا هليمان غير كاتات عبدام أتعبد من لا ينوم في ملكه سبحانه هو نغلي تغنوت أما تافن تداح أتفغل في العلومات ستبولا محيجي فتحات الكتاب انت تمغي وجياق يا سنت تبارك سؤالات واجبات تورات العالم قاعد ما الوقت تنضان قال 2005 كتورات عالمي لا مادي ما كنتين استعربت يتسمى اين تورات ولا تلاس القيمه لاتلاسيك تلقيمه علميه القيمه اكاديميه دونك اهلي لي ضو اج ديوان وقتي غنسيو لهاد الديوان حتى وين الديوان الديوان هاد المجموعه من القصائد غاد ديوان نهليل هادي كن ديوان تقريبا 40 50 القصيده الديوان امزوا انت جالس لوكروتي
جاين وقولوا تي دختت لا نتلقى سيد نسفوي نفسه وان سواء في الذكريات سواء في البطولات سواء في الملاحم انت محتي كنت ديكي تموح سواء في الامور سواء في التمطوط في العشق تسكي سبيريتيال لاس الجانب الروحي اي دقوغن ينهلي الو تاكج مدن تهدب من الناحيه الروحيه المستقبل اللي يضو اللي ماذا بينا واقيش غير تاري ماذا بينا تصبح نحاول على خاطر ساقي قن ما كيتشيني على خاطر اللي يضو اهلي واقيش غير ما كيتشيني ظاهريا انت اهلي لايد المعاني أتلقي البيت اللي راح فيك الجهات بصح المعناس اللي راح فيك الجهات ماذا بينا شني بدني مقانن ديال الشيوخ ماذا بينا بدنا 12 وتنتج جنسي واحد نسن باش هذا يما اختيني 12 الناس نوش نصح الا ويقول لي يستفيد غير المعنى غواوال اول وليت تش المعنى الحقيقي للبيت الابداع دولد غران في اللاسحه بدن يكو دادي ديال مولود معمري ربي يرحم يوري الكتاب التاف اهل الليل نقراري قاو تقريبا كاع القصائد يكو دادي دا قضني التاف رشيد بالليل دختا يوري في الليل يوري في ما كيتاف عيد نتا سيس جايين بدنين القمن بشنيون القمن لانك المجان التراث قاون مدنس دوسي كلاسين كتراث عالمي لا مادي من بعد راه تسجد اختا المهرجان والثقافي يجي يفسح قد المجال البحث انه الشباب الجمعيات طعوة مزيانين دولين تتلم بدن اهل الليل باش ويتضيع شديد ولا اهل الليل عادي قن الجزء سق الهوية النغ سجل المهرجان ولا اهل الليل دخلت تلا سجل الفقرات تاف الندوة الفكرية سجل عام تسند القمن سجل زاير تسند سودرة تسند جامعا النظرة سواء في الليل سجل مرة سواء في قل العنوان عين قاعين الامور تيني وقجنت اهل الليل يوتف دخلتها قمجال البحث قد الثقافة الشعبية يتفقد الأنثروبولوجيا يتفقد التاريخ يتفقد أختها قد الثقافة الأمازيغية I'm gone.